كاتب كلمات ملحن. كانت عندي أغنية بديت بها في الأول اللي سميتها كريزي، اللي الحمد لله لقد تفاعل ديالكم مزيان إيجابي، وإن شاء الله من دابا أسبوع غادي نزلوا أغنية جديدة، نتمنى إن شاء الله تعجبكم تكون في المستوى. بدلت الاسم ديالي نظرا للستيل ديال الموسيقى اللي تندير، نوغ كو الستيل اللي كندير حاولت نختار شي سمية اللي ملائمة، فهمتي، حيت كنميل أكثر للإيقاعات الغربية. لا نهائيا، حيت اللي غيبغي الاسم ديال ميستا غيبغي وغيكون عارف الاسم ديالو صلاح الدين المجاهد، دونك ممكن ما كنظنش غنلقى مشكل في هذه القضية هذه. تعاملت مع مجموعة من الفنانين اللي منهم عماد الدراج، كاينين أعمال اللي مازال ما خرجاتش صراحة، اللي مع الفنان الكبار اللي في الصف الأول، حيتاش راك عارف فاش كتبدا في الأول كتكون عندك صعوبات أنك باش تواصل مع واحد الفنانين، ولكن ملي كتزيد القدام وكتخدم على راسك بطبيعة الحال كتقدر أنك تتعامل مع فنانين في المغرب في الصف الأول وخارج المغرب طبعا، اللي إن شاء الله هاد السنة غيكونوا بزاف ديال الأعمال غتعرفوهم. محمد نوبل تعرفت عليه في موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، كان سمع صوتي وعجبه وقال لي فوالا اجي نخدمو مجموعين ونعاونك، والحمد لله لقيت فيه الاخ والسند اللي صراحه دار معايا شي حوايج اللي واعرين بزاف، وحنا راه مع بعضياتنا ان شاء الله تنوصلوا لداكشي اللي بغينا. شوف منافسه كاينه ولكن منافسه شريفه، فهمتي، في اطار احنا خوت، وإلا ما كانت هذيك المنافسة اللي هضرتي عليها أنت وديك الغيرة، ديك الزوينة طبعا غيرة ماشي حسن، ما غاديش نزيدو القدام، فهمتي، يعني ديما كنقول فوالا تنحس به كيستفزني مثلا أنا صاحبي مروان خويا كيستفزني فاش كيلقى شي لحن واعر، طبعا حيت هو ملحن واعر، كنوض كنبغي نجتهد باش ندير أنا شي حاجة اللي في حاله ولا أحسن منه، وهذا الشيء مزيان كاملين في صالحنا، دونك كنسمي أنا غيرة إيجابية، واش فهمتي، اللي كتخلينا كاملين نزيدو القدام. ما نكذبش عليكم، ما كنشوفش راسي في شي فنان، ما كنشوفش راسي في شي فنان، انا خدام على طريقي الحمد لله، يلاه بديت دونك باغي نشق واحد الطريق ديالي بوحدي، باغي ندير شي حوايج اللي باقيين جداد باقي ما دارهمش شي فنان يمكن في المغرب، دونك ما كنقارنش راسي بشي باركور ديال شي واحد اخر، ما عرفتش الوقت شنو فين غدينا وكنتمناو الخير ان شاء الله، ولكن باش نقول لك كنشوف راسي في باركور ديال هذا ولا هذا، كاينين فنانين واعرين وصلوا لشي حوايج اللي واعرين فريمون مغاربه وشرفونا حنا كمغاربه، ولكن انا ما غنقولش لك انا راه كنشوف راسي في هذا ولا كنشوف راسي في هذا، هذا هو الجواب. لا ما يمكنش يكون عندنا ستيل، حيت اصلا الراب هذاك الراب جيم، هذاك النمط الموسيقي فيه هذاك الستيل، فهمتي، الحاجه الوحيده اللي كنتمناها هي ما يخرجش داك الشيء على الاطار ديال الموسيقى ديال الراب، فهمتي، كلاشينين كلاشيك يكونوا دي ليميت طبعا في الكلاش، ما نوصلش لك لوالديك وما نوصلش لواحد الحوايج اللي مقدسه بالنسبه لينا حنا حيت كنبقاو بشر، دونك انا كيف ما قلت لك الكلاش كاين في الراب يبقى في الراب ما يخرجش على الراب، فهمتي، ما توصلش انني نجي لك لداركم وتجي ديال دارنا، حيت انا من لي فان ديال هذا النوع ديال الموسيقى، انا فان ديال هذا النوع ديال الموسيقى، دونك تعجبني انني نشوف هذا كلاش هذا وهذا كيفاش جاوب هذا وكيفاش جاوبوا بهذه الطريقه والاخر جاوبوا بواحد ستيل اخر بواحد الريتم اخر، مي ما نبغيش داك الشيء يتعدى الموسيقى، فهمتي، دونك انا افيك افيك الكلاش فنيا، فهمتي، فنيا كاينين بزاف، كاينين بزاف ديال لي رابر في المغرب، لي رابور في المغرب اللي كيعجبوني كيموسقوني الصراحه، كاينين شايفين، كاين بيك، كاين ماد، كاينين بزاف ديال الدراري، كاين دروس، دونك انا ملي جبت لك هاد السميات غتلاحظي بلي هما كاملين كيبانوا لنا كونتر بعضياتهم ياك، ولكن انا بالنسبه ليا كاملين تيعجبوني، دونك انا كيف ما قلت لك مع الكلاش في اطار الموسيقى، انا اقرب للشايفين، شايفين السماليكس بحكم انه صاحبي وتنعرفو، دونك تقدر تكون بيناتنا شي حاجه ان شاء الله من القدام، خص غير نلقاو ليدي المناسبه، فهمتي، الفايب المناسبه وعلاش لا تكون شي حاجه بينا. احسن اغنيه، كاينين اغاني نقدر نقول لك الا نذكر لك ثلاثه ولا اربعه ما نقولش لك وحده، فهمتي، كاين أغاني الشبابية المغربية، كاين أغنية ديال إيهاب اللي خرجت مؤخرا بغيت نطير عجبتني بزاف،
كاين اغنيه ديال رطوان برحيل اللي كانت من كلماتي ماشي كلماتي ولكن فريمون اغنيه واعره سميتها بارانويا. كاين اخرين اللي كنسمعهم بزاف و عاتي راه كاينين بزاف كاينين بزاف ديال الاغاني اللي لاصقه ليا فراس صراحه. في كل عام كنتمنى نحقق داكشي قبل احسن من داكشي اللي درت العام اللي فات. وبطبيعه الحال بحكم انني كنغني وكنكتب وكنلحن كنحاول ما امكن نخدم مع الفنانين اللي ما خدمتش معاهم العام اللي قبل، وكنحاول نقلب على شي ستايل اللي يكون جديد في الموسيقى المغربيه، يعني ماشي ديجا كونسومي اللي فاش يسمعوه الناس ما يقولوش عاوتاني لا ميم ستايل عاوتاني لا ميم ستايل. كنتمنى من الله يوفقني في هذا الشيء اللي كنطمح ليه ويا ربي يسهل على الجميع. كنشكر بزاف الموقع ديال الدار اللي دار معنا هذا اللقاء الزويون، وكنتمنى من الناس اللي كيتبعونا من الاول اللي بقاو متابعينا، وان شاء الله راه كاينين بزاف الحوايج اللي غيعجبوكم في الايامات الجايه. بيس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.